تفضل. المرحلة 15 من الدوري الإسباني انطلقت مساء امبارح مع تعادل سيفيا وإسبانيول 2-2، بوقت بيلعب ريال مدريد مساء اليوم مع فالادوليد خارج أرضه. بينتقل ريال مدريد مساء اليوم لمواجهة فالادوليد صاحب المركز 19 ما قبل الأخير، وهدفه العودة بالنقاط 3 بانتظار أي دعسة ناقصة لأتلتيكو مدريد أو برشلونة لتقليص الفارق معهم، علما أن الفريقين رح يلعبوا بكرة مع كل من ديبورتيفو وباتيس على الطويلة. الريال اللي عم بيبتعد ب 11 نقطة عن برشلونة المتصدر وخمسة عن الأتلتيكو الثاني لا يزال عم بيطمح إلى المحافظة على لقب الليغا، خاصة وأنه رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز مؤمن بقدرة المدرب خوسيه مورينيو على تحقيق البطولات هالموسم بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا المدريدية، اللي نفت كل الأخبار عن وجود خلافات بين مورينيو والرئيس، وأكدت التمسك الأخير بسبيشال 1 على الأقل حتى نهاية عقده عام 2016. إشارة أنه مورينيو كان دخل ملعب البرنابيو قبل مباراة الأتلتيكو الأسبوع الماضي وقرر الاستماع إلى جمهور فريقه المؤيد والمعارض له، فلمس دعم الجميع. بعدنا مع كرة القدم وبأبرز المباريات المرتقبة اليوم بإنجلترا ضمن المرحلة 16 من البريمير ليج، فبيلعب أرسنال اليوم، تشيلسي وستوك سيتي عم بيلعبوا خارج أرضهم، وويغن على أرضه أمام كوينز بارك رينجرز. أما بالدوري الألماني أو البوندسليغا وكمان المرحلة 16 فبيلعب دورتموند اليوم على أرضه، أف سي شالكي وبايرن ميونخ خارج أرضهم، وفرانكفورت على أرضه أمام فيردر بريمن. وصل منتخب نجوم البرازيل بالفوتبول إلى مدينة كولكاتا الهندية لخوض مباراة استعراضية مع نجوم الدوري الهندي. أبرز نجوم منتخب السامبا المشاركة هن مجموعة من النجوم السابقين يلي كان لهم بصمة كبيرة بتاريخ الفوتبول مثل بيبيتو، ماورو سيلفا، باولو سيرجيو، روبرتو كارلوس، دونغا وغيرهم من الأسماء. المباراة رح تكون الثانية من نوعها خلال هالسنتين بكولكاتا بعد أولى جمعة ميسي والمنتخب الأرجنتيني بمنتخب فنزويلا. بعد موسم حافل بالأرقام القياسية خاصة بالفورميلا 1 والراليات، تسلم أبطال الرياضة الميكانيكية لعام 2012 الجوائز التقديرية بحفل الفيا السنوي. تسلم بطل العالم بالفورميلا 1 لعام 2012 الألماني سيباستيان فيتيل كأس البطولة للعام الثالث على التوالي بحفل الاتحاد الدولي للسيارات الـ FIA السنوي اللي أقيم بالعاصمة التركية اسطنبول هالسنة. وكان فيتيل حسم اللقب هالموسم بالجولة الأخيرة بالبرازيل بفرق 3 نقاط فقط عن منافسه الإسباني فرناندو ألونسو سيق فيراري، ليصير أصغر سيق بالتاريخ عن عمر 25 سنة بيحرز 3 ألقاب عالمية بعالم الرياضة. ومن المتواجدين أيضا البطل الأسطوري بعالم الراليات الفرنسي سيباستيان لوب يلي أحرز هالموسم لقبه العالمي التاسع على التوالي، علما أنه رح يشارك بالموسم القادم بأربع سباقات فقط على سبيل التسلية وأمتاع الجماهير. بالNBA حل فريق ممفيس غريزليز ضيف على فريق نيو أورلينز هورنتس بسجل جيد بعد ما فاز ممفيس لحديت هلأ ب 13 مباراة من أصل 16 لعبها من بداية الموسم. كانوا الضيوف متقدمين طيلة فترة المباراة بالأخص بفضل نجم الفريق رودي جاي اللي سجل 28 نقطة مع 8 متابعات و5 مرات حاسمة لتنتهي النتيجة بفوز ممفيس بواقع 96-89 ويحققوا بالتالي فوزهم الـ 14 هالموسم. أما بأبرز باقي المباريات اللي لعبت امبارح فكان الفوز لفيلادلفيا 76رز، دنفر ناجتس، سان أنطونيو سبيرز وأوكلاهوما سيتي ثاندر. بالتنس وتحديدا بطولة روجيه فيدرير اللي عم تجرى على شرف اللاعب السويسري بمدينة ساو باولو البرازيلية، فاز امبارح الفرنسي جو ويلفريد سونغا على البرازيلي توماس بيلوتشي بسهولة بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-2 و6-2. أما عند السيدات ففازت الروسية المصنفة الثانية ماريا شارابوفا بسهولة على الدنماركية كارولين فوزنياكي كمان بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-2 و7-6. هيدا كان كل شيء بسبار لهلا. روبير وديانا العودة لكم. شكرا ساندرين.